اوكي، خلينا نديكو ابديت اخر اليوم. انا الحمد لله خلصت سكشنين تمام، عندي امتحانات العملي الاسبوع اللي بعد الجاي، فعشان كده تقولي اللي هو بحاول اخلص بقدر الامكان، وهتلاقوا بقى في ستادي فلوجز كتير قوي هتنزل وستادي ويز مي وكده. المهم، الحاجات بقى اللي انا خلصتها النهارده، ماشي، انا الحمد لله غسلت هدومي وروقت الاوضه وذاكرت البوتاني. كنت المفروض اذاكر الفسيولوجي النهارده علشان عندنا مراجعه بكره، بس ما قدرتش بصراحه. بس وهقرا القران دلوقتي واكون كده خلصته. بس